السينما هي مراية كل شعب، بتعكس طريقة تفكير المجتمع وتوجهات البلد. السينما قادرة تقرب المسافات بين الدول وتقلل الفروق. ثورات وحروب قامت بسبب السينما، وعي شعوب كامل اتغير بسبب أفلام معينة. السينما هي الفن الوحيد اللي مستحيل ينتهي. أحكي لكم النهاردة باختصار عن تاريخ السينما المصرية اللي تعتبر من أوائل الدول اللي عرفت السينما سنة 1896، وقدمت لحد دلوقتي أكتر من 4000 فيلم، وده رقم خلى اللهجة المصرية مفهومة في أي بلد عربي. أول فيلم مصري حقيقي هو فيلم ليلى سنة 1927. الفيلم كان صامت من إخراج ستيفان روستي وبطولة عزيزة أمير، وهي أول سيدة مصرية اشتغلت في السينما. وبعد كده كان فيلم زينب سنة 1930 اللي حقق نجاح عظيم وكان بداية حقيقية للسينما المصرية. الفيلم كان بيتكلم عن الريف المصري وتصور كله خارجي في قرية. سنة 1932 كان أول فيلم مصري ناطق، وهو أولاد الزواج من بطولة يوسف وهبة وأمينة رزق. بعدها بدأت السينما تنتشر في الأقاليم وتحقق أرباح كبيرة، لحد ما الموضوع أخذ شكل احترافي بعد فيلم وداد. فيلم وداد هو أول فيلم من إنتاج استوديو مصر وشارك في مهرجانات أوروبية، وكان من بطولة أم كلثوم. فضلت السينما في حالة تصاعدية هادية لحد سنة 1952 وقيام الثورة. وقتها الإنتاج وقع، لحد ما ظهر إسماعيل ياسين بسلسلة الأفلام اللي بتبدأ باسمه. والأهم من كده هو ظهور اسم علامة في تاريخ السينما، وهو المخرج صلاح أبو سيف بطل الواقعية المصرية. بعد كده ظهر يوسف شاهين وحسين كمال وشادي عبد السلام اللي أخرج فيلم المومياء، واللي يعتبر من أعظم الأفلام في العالم. المرحلة اللي بعد كده كانت تراجع وهبوط فترة السبعينات، لحد ما ظهر أهم جيل للسينما المصرية. يكفي أقول لك إن كان عندك في الموسم الواحد فيلم لعادل إمام ونور الشريف واحمد زكي ومحمود عبد العزيز، وده نقدر نقول عليه العصر الذهبي للسينما المصريه. في بدايه الالفينات ظهر جيل المضحكين الجدد، وطبعا كانت انطلاقتهم من فيلم اسماعيليه رايح جاي اللي شجع المنتجين ان هم يغيروا الوجوه ويبداوا سينما جديده بقواعد جديده. وهنا كانت حقبه العدل جروب. اهم نجوم الكوميديا في الفتره دي كان الراحل علاء ولي الدين، محمد هنيدي، واشرف عبد الباقي، ومحمد سعد. بعد 2007 بدات المواضيع في السينما تاخد منحنى جريء وتبعد عن الكوميديا شويه. لمعت اسامي زي تلميذ يوسف شاهين، المخرج خالد يوسف، امبراطور الاحياء الشعبيه، واللي كان بينقش في افلام ومواضيع جريئه جدا فتحت عليه ابواب من النقد مش عارف يقفلها لحد دلوقتي. بعد ثوره يناير تراجع السوق السينمائي وافلام كتير وقعت محدش سمع عنها. ظهر اسم السبكي، وطبعا الاسم اقدم من كده بكتير، بس وقتها الاخوين السبكي تحولوا من مجرد تجربه سينمائيه ناجحه للمسيطرين الاكثر على سوق صناعه السينما في مصر. وبرغم ان ليهم افلام هادفه وليها قصه، الا ان معظم افلامهم هي تيمه واحده ما بتتغيرش. الوضع اتغير تاني في 2014، وبدات شركات انتاج تانية تطلع وتنافس بافلام قويه، وظهر مخرجين بيقدموا فن محترم زي مروان حامد ومحمد شاكر خضير وغيرهم. والسينما المصريه حاليا رايحه في اتجاه كويس بعد مجموعه من الافلام اللي نقدر نفتخر بيها كمصريين. ده باختصار تاريخ السينما المصريه من بدايتها. هنصحكم بعد ما تقفلوا الفيديو ده تتفرجوا على فيلم المومياء يوم ان تحصى السنين.